من رام الله ينضم الينا السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجيه الفلسطيني للامم المتحده. سعاده السفير اهلا وسهلا بك، ما المقصود بانعقاد هذه الجلسه وما الاهداف التي يمكن ان تجنى من ورائها؟ تحياتي لكم وللسيدات والساده المتابعين. طبعا جلسه مجلس الامن هي مهمه جدا، من حيث ان المحكمه العدل الدوليه قد احالت قراراتها واوامر القضائيه التي جاءت من خلال التدابير الاحترازية التي أسست لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من أجل أن يتم نقاشها في داخل مجلس الأمن باعتباره الجسد الآخر التابع للأمم المتحدة والذي يعنى بالأمن والسلم الدوليين. بداية المهم فهم أن الأمر القضائي الذي جاء من محكمة العدل الدولية أو الست أوامر القضائية وتحت ما يسمى بالتدابير الاحترازية هي أوامر ملزمة للدول، لذلك مجلس الأمن له دور آخر، ليس فقط أن يحرك دول المجتمع الدولي من أجل ضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية، ولكن محكمة العدل الدولية بحد ذاتها هي مؤسسة قراراتها وقوانينها وكذلك أحكامها ملزمة. النقاش اليوم هو من أجل إيجاد الآليات الملائمة من أجل ألا تقوم إسرائيل بخرق كذلك هذه التدابير الاحترازية، بنفس الوقت تأمين وقف إطلاق النار ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وتأمين دخول المساعدات بشكل أو بآخر إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة ومنع تهجيرهم قسرا وإيجاد الآلية الدولية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة أن محكمة العدل الدولية قد أكدت أن الشعب الفلسطيني هو شعب وفئة محمية ضمن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. سعادة السفير، ألا تبدو هذه النقاط في ذاتها كاشفة عن قدر من العوار اعترى القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية؟ لو أن المحكمة تراءى لها أن تصدر التدابير الخاصة بوقف إطلاق النار لكان هناك مجال للحديث عن الآليات التي يمكن من خلالها وقف إطلاق النار بصورة فورية، لكن ما دون ذلك من التدابير التي جرى الإعلان عنها في حد ذاتها قد لا يمكن الإمساك بها مباشرة لتنفيذها على أرض الواقع. إدخال المساعدات، نسعى لإدخال المساعدات، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية المدنيين، نحن الجيش الأكثر أخلاقية في العالم كما يقول الإسرائيليون، وكلها في النهاية أمور لا يمكن الإمساك بها بشكل مباشر، ليس كذلك؟ يعني نحن لا نتفق مع هذه القراءة لقرار محكمة العدل الدولية. قرار محكمة العدل الدولية أثبت بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، هو ذهب أبعد من قضية وقف إطلاق النار، هو ذهب إلى قضية واجب وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني واتخاذ كل التدابير من أجل وقف هذه الجريمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بمعنى أن وقف إطلاق النار هو شيء واحد أو جزء من هذه التدابير الاحترازية، بحيث لا يمكن تنفيذ أي من التدابير الاحترازية دون المرور بمحطة وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. لذلك إذا كان هناك من يعتقد أن هناك عوار كما تفضلت في قرار محكمة العدل الدولية، نذهب إلى مجلس الأمن من أجل أن نأخذ هذا القرار بكل وضوح. هل من سلطة مجلس الأمن على هذا النحو أن يعدل شيئا ما مما أتى به قرار محكمة العدل الدولية؟ ونحن لا نريد لمجلس الأمن أن يعدل قرار ملزم لمحكمة العدل الدولية. مجلس الأمن هو جسد في الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية هي أهم هيئة قضائية دولية، بل نراها أهم من مجلس الأمن محكمة العدل الدولية، لأن قراراتها قائمة على قضاء دولي محكم يتفق مع قواعد القانون الدولي. لذلك مجلس الأمن له دور في حماية الأمن والسلم الدوليين، ووقف إطلاق النار قضية سياسية يجب أن تقوم بها إسرائيل كواجب والتزام دولي عليها كي تحفظ الأمن والسلم الدوليين كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وإلا سوف تكون أولا دولة خارقة للقانون الدولي باعتبار أنها لا تنفذ قرار محكمة العدل الدولية أولا، ودولة خارجة على الإجماع الدولي والإجماع السياسي الدولي لأنها لا تطبق قرارات مجلس الأمن. هذا هو الغرض، وكذلك تحميل تلك الدول التي ما زالت تتواطأ مع إسرائيل وتمنحها
الفيتو وتمنحها. طيب سعاده السفير، هو انا سؤالي الاخير لك واعتذر منك على المقاطعه لضيق الوقت، لكن في النهايه كل ما تقوله من ان اسرائيل دوله تخترق القانون وهذا ربما لا يضير شيء في الكبرياء الاسرائيلي من وجهه نظرها، وسبق ان سبت الجمعيه العامه للامم المتحده اصلا بعد تصويتها الذي كان مرتبطا بحتميه ايقاف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانيه. الملاحظ قولا واحدا ان وتيره الاعمال العدائيه التي تمارس من جانب قوات الاحتلال هي اعلى واعنف بكثير، وصولا حتى الى الكشف عن الاعدامات الميدانيه لمجموعه من مكبلي الايدي ومعصوبي الاعين. كل هذا اتى فيما بعد قرارات محكمه العدل الدوليه. نعم تماما، لانه الان الحراك ليس فقط على اسرائيل، كما تفضلت اسرائيل نحن متفقون تماما بانها دوله خارجه عن القانون الدولي وعن الاخلاق. نحن ما نفعله هو مع تلك الدول التي تمنح إسرائيل هذه الحصانة باعتبارهم متواطئين في جريمة العبادة الجماعية، ونعمل من خلال قضائهم المحلي والقضاء الدولي لجلب هذه الدول كي تستطيع أن تضغط على إسرائيل التي تعتبر وليدتهم وجزء من مشروعهم الاستعماري في المنطقة من أجل وقف كل جرائم إسرائيل من خلال الضغط الدولي على إسرائيل بما فيها الضغط الدولي على تلك الجهات المتواطئة في الجريمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال إرسال السلاح ومن خلال منح الفيتو ومن خلال دعم المشروع الاستعماري والاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا ما نتحرك على أساسه، ليس فقط أن نقول أن إسرائيل دولة خارجة عن القانون ونكتفي عند ذلك عند تلك النقطة. شكرا جزيلا لك من رام الله السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة، أشكرك شكرا جزيلا.